طب خلينا نسمع قصة هدير. هدير انت ايه حكايتك؟ بصي الاول انا قبل جوازي ده كان هيتكتب كتابي مره قبليها برضو، كان غصب بقى اللي هو لازم تتجوزي، وانا كانت ماما شويه ديكتاتوريه اللي هو انا كلامي بيمشي هنا، فقررت ان هي تخليني اتجوز. ونزلوا حجزوا قاعه وراحوا جابوا الفستان ودوني الكوافير، دوني الدعوه في ايدي، النهارده فرحك. وانت ما كنتيش عايزه؟ لا انا ما كنتش عايزه خالص، انا ما لبستش دبله البني ادم ده في ايدي اصلا. لا ليه؟ مش هتجوزه، ما بحبوش. مش عايزاه، انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. انا واحده جابوا قولك كانوا عايزين يجوزوك ايه؟ عندك كام سنه؟ لا دي ساعتها كنت في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي؟ يعني زي مثلا ايه 16 سنه ولا حاجه؟ مش فاكره كنت سنه كام. كام سني بالظبط، بس كنت في ثانيه ثانوي وقتها يعني. وكانوا مصممين يجوزوك؟ وكانوا كانت ماما مصممه تجوزني، وانا بابا من نوعيه الناس اللي هو انت بتربي العيال خلاص. خلاص مش هتكلم. كنت بعمل مشاكل كتير بقى، اقول لها لا مش هتجوزه، لا مش هتجوزه، كان ممكن اقف اتخانق معاه وبتاع، ما عندكش دم، طب انت ايه، طب افهم ان انا مش عايزه اتجوزك، لا انا هتجوزك. نزلت رحت الكوافير وظبطت كل حاجه، والمفروض اني قلت لهم يعني كنت رايحه الكوافير لوحدي وهم كلهم جايين بعديها. ده كان اول مره سبت كاتب كتابي ومشيت، خرجت من الكوافير ركبت تاكسي ومشيت. فده سبب بقى ازمه كبيره جدا بقى، لو انا رجعت طب انتي اللي انتي عملتيه ده مش عايزه اتجوزه، خلوا المأذون اللي هناك يتجوزوا لاي حد، انا مش هتجوزه، انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. بعد سنه تقريبا معافره في ان انا دروسي بقى في البيت ومذاكرتي في البيت عشان الموضوع اللي انا عملته ده ما يتكررش تاني، عقاب وموبايلي يتاخد مني ومفيش لابتوب مفيش فيسبوك مفيش اي حاجه من الكلام ده، اوكي عادي، المهم اكمل تعليمي، انا اهم حاجه في حياتي اصلا تعليمي. تمام. دخلت جامعه، تقدم لي حد عن طريق حد تاني يعني جواز تقليدي، حد شافني عند حد فراح اتقدم لي فوافق لي. وانتي؟ فرق سنة كان ما بيننا كبير، يعني فرق سنة ما بيننا 10 سنين، فانا مش خلاص اوكي ممكن اشوف دماغه. شفت دماغه، لقيت دماغه مش زي دماغي خالص. انا خلاص يعني انا لسه ببتدي اعيش حياتي وانت خلاص عشت حياتك وعملت دنيتك وخلاص، فعايز تبقى حد رزين وهادي حتى خروجنا هادي، انا لا انا لسه مش كده، انا لسه عايزه اشوف حد من نفس دماغي. قرروا ان احنا هنتجوز برضو. يعني هو عندي في البيت قرروا ان انت هتتجوزي، طب اوكي انا مش موافقه ومش مرتاحه، لا هتتجوزي، لا مش هتجوزي. ليه بقى كانوا عايزينك تتجوزيه؟ معاه فلوس؟ هو كارير كويس، هو حد كويس جدا لحد النهارده، هو حد كويس وهو بني ادم محترم، بس احنا مش نفس الدماغ خالص. هو حد يعني حد كويس قوي، بس انت ما بتحبيهوش. بس انا ما بحبوش، مش حاسه بالاحساس اللي هو ممكن يبقى ما بين اي اتنين متجوزين خالص. الموضوع صعب، صعب زياده عن اللزوم. انا بتعالج نفسيا بسبب الموضوع ده، انا بروح لدكتور نفساني بسبب الموضوع ده. واضطريتي تتجوزي؟ اتجوزته، بس اتجوزت بعد الصراع. تجري بقى؟ لا لا لا، انا انتحرت وسبت بيتنا ومشيت، كنت هولع في نفسي وانتحرت بتاع 4 5 مرات. انتحرتي ازاي؟ كنت باخد برشام بقى وادخل المستشفى ويعملوا لي غسيل معده كنت عشان ما تتجوزيهوش، وكانوا بيصروا ان انت لا لازم تتجوزيه. بالظبط. ليه؟ هما دماغهم. بصي هقول لك حاجه، مبدئيا اي حد في الدنيا او اي واحده من الناس الكبار بيبقوا شايفين ان البنت لازم تتجوز قبل بنت عمتها علشان خاطر العيله، ما تقولش دي كانت قواعد اي عيله في الدنيا، دي قواعد اي عيله في الدنيا. اللي هو مش انا بس اللي حصل معايا كده، في كتير قوي من صحابي نفس الموضوع. قواعد العيله ان دي هتتجوز قبل دي، بصي دي اتجوزت مين معاه ايه. انتوا جيل خلاص عدى، بس تقدري جيل عدى ووقت عدى تقدري تقولي لي في حد في الزمن ده او في بنت عندها 20 سنه هتعرف تقف قدام اهلها وتقول لهم مش هتجوز؟ اوكي سابت البيت ومشيت وبقت مستقله، عرفيني ازاي اتعامل مع الناس اللي تحت. انا رحت شرم علشان بطاقتي مكتوب فيها متزوجه، بدلت انت متزوجه بقى؟ لا انا مطلقه. ايوه مطلقه كمان، نظره المجتمع للبنت المطلقه غير نظره المجتمع للبنت. برضو في الاخر انت سايبه البيت ومتغيبه، طب خلاص هيترجعي لاهلك، طب انت تعرف اصلا في ايه في البيت ده؟ اضطريتي انك تتجوزي؟ اضطريت اني اتجوز.
وكنت متجوزه على اتفاق ان انا هجوز شهر واطلق، وده كان اتفاق قدام العيله كلها. يعني انا قعدت قدام العيله، انا مش عايزه اتجوزك، اوكي هنتجوز شهر ونطلق. وهو ايه كرامته فين يعني؟ كرامته فين ان هو يوافق على كده؟ حد ما طالش حد. قالك لا لازم اجيبها. كرامة شرقي يعني. اه لازم اجيبها. هتيجي. ده الراجل في بلدنا يعني. جوزت. طبعا كان فرحي زي العزا بالظبط. عزا. عزا بالظبط. بالظبط. انا فرحي كان الصبح. وخرجت من الكوافير لقيت عربيه مش عليها ورد، فقعدت على الارض تقول مش همشي الا لما اتحط ورد على العربيه. كنت تقريبا طول الفرح بعيط، ومحدش فاهم انا بعيط ليه. صحابي حتى ما عزمتهمش على فرحي، مفيش حد من صحابي غير واحد بس صاحبي من زمان. كان عزا، انا كنت طالعه بيتي زي العروسه المحروقه بالظبط، هي عروسه محروقه. اتجوزت شهر، بعد شهر كنت تقريبا بكسر في الشقه كلها، قوم طلقني دلوقتي، مش هطلقك، لا طلقني، لا مش هطلقك. كنت باخد حبوب منع حمل 6 شهور من غير ما حد يعرفها. لحد ما الدكتور اللي انا متابعه معايا قال لي ان الموضوع ده هيسبب عقم تقريبا، لان دي اول مره، فقررت اني اوقفها. وقررت ان هو بما انه حد كويس انا لسه ما يعني هحاول اتاقلم على الموضوع. بقى بيقولوا الحب بيجي بالعشره والكلام اللي ما بيحصلش اصلا، ده بيحصلش بيحصلش استحاله. حتى لو ايه حصل استحاله، انت حد اصلا واخدك بلاوية الدراع، والله لو عمل ايه استحاله يدخل دماغك. انت ما عشتيش معاه الحاجات اللي انت المفروض تعيشيها معاه. خلفت بنوته، وكنت بدعي ان هي تيجي بنت عشان بس اخليها تعيش اللي انا ما عشتوش. انا هخليك تعملي كل حاجه في الدنيا حلوه، انا هخليكي فعلا انت اللي تسوقي المجتمع بس عشان تبقي احسن واحده في الدنيا. خلفت، واول انا بابايا جات له جلطه في المخ بسببي بعد ما جوزت ب 15 يوم، لاني وقفت قصاده بقى وقلت له انت جوزتني غصب عني، وي 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 كنت انا سبب في انه يتوفى، ربنا يرحمه. بس انت كنت سبب في حاجات تانية كتير قوي. ان هم قتلوكي. بالظبط. انا انتوا ما بتصعبوش عليا اصلا لما بتيجوا يحصل لكم حاجه، انا عادي، انا حصل لي. انتوا فاهمين ان الواحده لما تتجوز غصب عنها دي عادي قوي؟ لا خالص اطلاقا، ده موت. كانك بالظبط دفنتي واحده بالحياه، يعني حطيتيها في قبر وقلت لها عيشي جواه، استحاله تعيش. اتطلقت بعد موت ابويا علشان ما اكسرهوش تاني. اتطلقت وبقيت مستقله، ما رضيتش ارجع بيت اهلي وما رضيتش اعيش معاهم. خدت شقه وقعدت فيها، اشتغلت، بربي بنتي والحمد لله. كل اللي عندي 24 سنه بس انا قدامهم ثابته رجلي كويس قوي، وان شاء الله ان شاء الله هبقى حاجه كويسه جدا عشان بس ما اكسرش قدامهم. 24 سنه وحاسه ان ما عندكيش 24 سنه، بس عندك ايه؟ ده انا قدامي واحده بتتكلم قدام على كتافها خبره سنين. بالظبط. كتير قابلت ناس وكتير اتكلمت مع ناس ومش فارق معايا خالص كل اللي حصل لي. بالعكس انا مش زعلانه اني اتجوزت غصب خالص، بالعكس انا ربنا بعت لي بنوته زي العسل، هي اللي مقوياني على الدنيا، وهي اللي مخلياني اصلا عارفه اقف على رجلي قدام الناس كلهم واقول لهم انا حاجه، انا بقيت حاجه من غيركم. انا عملت لنفسي شقتي وعملت لنفسي بيتي، ما بروحش لحد اقول له اديني جنيه، ما بروحش لحد اقول له اعمل لي حاجه، لا انا اهو. انا حلويت اكتر بعد ما طلقت. انا كنت وانا متجوزه مش بالظبط، انا واحده حره، انا دلوقتي بني ادم حره وعايشه، هي اللي شايله مسؤوليه نفسها، هي اللي بتحمي نفسها، هي اللي مستقله بنفسها، هي اللي بتقف قدام المجتمع كله بتقول له يعني ايه يعني مطلقه، فيها ايه؟ انا لما بقف في اي مكان في الدنيا انت مطلقه، مطلقه وافتخر كمان عادي. انا بالنسبه لي الكلمه مش عارفه عليا. خلصتي من السجن اللي كنت عايشه فيه؟ بس احنا مجتمعنا بيعيش البني ادم في السجن ده. مجتمعنا كله كله، رجاله ستات، كل المجتمع حتى الستات بيبصوا للواحده اللي هي مطلقه ستات دي ستات اسوء احيانا. أو واحد مثلا ممكن لو ولد مثلا عايز يرتبط بيا فهيقول لمامته، فهتقول له دي مطلقه، فوق مطلقه دي معاها بنت او معاها بيبي، يعني انت ازاي بتبص لها؟ ما تروح تشوف واحده تانية لسه، مع انهم ما يعرفوش ان في ناس تانية خالص ممكن تبقى لسه ما اتجوزتش، بس هما مش بنفس الدماغ والتفكير